بسم الله الرحمن الرحيم، أبنائي وبناتي، طلبة وطالبات الصف الأول للثانوي ولغات، أهلا وسهلا بكم على منصة البث المباشر التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في جمهورية مصر العربية. النهاردة إن شاء الله هنبدأ أول حصة ريفيجن على الجيومتري في الفيرست تيرم، وهنبدأ نشوف شوية حاجات نفتكر بيها إحنا قلنا إيه قبل كده. أنا عندي الجيومتري فيها كام حاجة، اللي هي السيميلاريتي، طيب، وتاني حاجة طبعا السيميلاريتي في بوليجونز وتريانجل، بوليجونز وتريانجلز. طيب بعد كده البروبورشناليتي، البروبورشن اللي هو البارلل سايدز، وتالت حاجة اللي هي الابليكيشن على السيركل. طيب انا هبدأ اتكلم عن الحاجات دي بسرعة كده عشان نفتكر مع بعض. احنا بنقول عندي التو تريانجلز ار سيميلر، او التو بوليجونز ار سيميلر، بي 1 سيميلر لبي 2 مثلا. لو انا عندي ايه، لو انا عندي their corresponding angles are congruent، دي نمبر 1، نمبر 2 يبقى الانجلز congruent corresponding طبعا، والcorresponding sides are in proportion. طب انا خلاص قلت الكلام ده، نفس الكلام بالنسبة للترينجل 1 لو هو سيميلر ترينجل 2. أنا عندي كام كيس؟ عندي الـ AA، لو أنا عندي 2 angles في الفيرست ترينجل are congruent to their corresponding angles in the other triangle، يبقى في الحالة دي 2 triangles are similar. طيب الحالة الثانية كنا بنقول SSS اللي هو الـ 3 sides لو هما proportion، يبقى في الحالة دي triangles are similar. الحالة الثالثة اللي هو الـ SAS، لو أنا عندي 2 triangles دايما بيكون في angle equal angle تانية، وفي نفس الوقت الـ 2 sides هنا مثلا 3 وهنا 6 وهنا 4 وهنا 8، هلاقي الريشيو بين 3 و 4 هي نفسها بين 6 و 8، يبقى أنا بقول الحالة دي 2 triangles are similar. لما أقول الـ 2 triangles are similar طبعا يبقى their corresponding sides are in proportion، وبالتالي أنا ممكن أقول والله يبقى طالما لو أنا عندي triangle ABC is similar to triangle XYZ، يبقى انا بقول له يبقى measure A equal measure X، measure B equal measure Y، measure C equal measure Z. الحاجة التانية ان انا ممكن اقول له side AB side length over the length of side XY is equal to، يبقى اول two sides اول two letters here، over BC equals BC over YZ، يبقى انا عندي ال BC over YZ equal ال AC or CA equal zx، دي بسميها proportion of their corresponding size. وقلت حاجتين، في الريشيو بين البريمتر of triangle ABC over البريمتر of triangle XYZ بتساوي ايه؟ any ratio، each ratio بتساوي اي واحدة في دول. طب رقم اتنين قلنا الاريا of triangle XABC over the area of triangle XYZ، دي بتساوي أي ratio، أي ratio بس all square، يبقى the square of the two corresponding ratio. ده بالنسبة لل similarity. بعد كده قلنا برضو لو أنا عندي triangle وعملت ده parallel لده، قلت إن ال AB هنا ال DE parallel to BC، يبقى كنت بقول له لو DE parallel to BC ممكن استنتج حاجتين. رقم واحد اقول له AD over DB is equal AE over EC، او ممكن اقول له triangle ADE، triangle اللي فوق ده is similar to triangle ABC، وبالتالي هقدر اقول له يبقى AD over AB first side على first side equal DE over BC which is equal ده على ده equal third side اللي هو AE over AC. وقلنا ثالث theorem، لو انا عندي parallel sides وفي two transversals قطعوا هنا في A وB وC وD وهنا XYZL مثلا، يبقى هقول والله لو دول parallel
ودول تو ترانسفيرسال، يبقى الـ AB over XY is equal to BC over YZ equal BC over ZL equal، ممكن أقول له AC over XZ، ممكن أقول له AD over XL كلها. دي بسميها تالس ثيرم. في حاجة اسمها يوكليد ثيرم برضو، قلنا لو أنا عندي تريانجل كده رايت من السيميلاريتي، برضو لو أنا عندي ABC وعملت منه perpendicular يبقى two triangles اللي هو الABD similar للتاني ده اللي هو الACD، وقلنا الميجر بتاع دي قد دي ودي قد دي، يبقى أنا ممكن أقول triangle على حسب الأنجلز دي اللي فيها X، كل واحد في الاتنين الصغيرين دول similar للكبير، وقلنا إن الAB square equal BD times BC، وقلنا الـ AC سكوير بالعكس الناحية التانية هتبقى CD تايمز CB، وقلنا الـ AD سكوير سوري الـ AD سكوير إيكوال DB تايمز DC. دي المعلومات اللي احنا خدناها، وقلنا برضو الـ AD إيكوال AB تايمز AC ديفايدد BC. دي المعلومات اللي قلناها على الرايت انجل ترينجل. طيب بالنسبة للابليكيشن اللي على سيركل، قلنا لو انا عندي سيركل وفي two chords intersect inside the circle، انا عندي AB و CD intersect at E، بيبقى EA times EB EA times EB is equal to EC times ED لو دول intersecting internally. طب نفس الكلام لو انا عندي سيركل وعملت اتنين intersect outside كده، هنا عندي A وهنا B وهنا C وهنا D وهنا E، يبقى في الحالة دي AB times AC، دايما ببدأ من الانترسيكشن بوينت ال AB بروح للسيركل في المرتين AB times AC equals AD times AE. الحالة الثالثة لو انا عندي سيركل وفي تانجنت وفي سيكنت كمان AB وادي C وادي D، فبقول له يبقى AB squared AB squared اللي هو ده، لان كأني بروح للحاجة مرتين equal AC times AD. عكس الكلام ده لو انا لقيت الكلام ده بيتحقق، يعني لان لو لقيت في EA times EC الاتنين كده، ادي ال EA times EB equal EC times ED، يبقى لازم البوينتس دي كلها lies on the same circle، يبقى الفيجر بتاعي لو انا جيت اقول الفيجر ده بالترتيب ADBC يبقى اسمه cyclic quadrilateral. cyclic quadrilateral. طب ايه cyclic quadrilateral ده؟ عايزين نفتكره، اللي هو لو انا رسمت سيركل ممكن ارسم جواه اي quadrilateral كده. السيركل passes through their vertices، يبقى بقول A B C D، ها ده cyclic quadrilateral. طب ده فيه ايه الصفات بتاعته؟ ال opposite angles are supplementary، يعني measure A plus measure C equal 180، طب و measure D plus measure B برضو equal 180. طب وايه كمان؟ وممكن لو انا عملت ادي الفيجر بتاعي اهو، لو عملت extension لاي side يبقى الاكستيرير انجل، انا خدت الكلام ده في ثالث اعداد، ايكوال الاوبوزيت تو اتس ادجيسنت، يبقى لو دي 120 مثلا تبقى دي 120، يبقى الاكستيرير ايكوال الاوبوزيت تو اتس ادجيسنت انجل انتيرير طبعا. طب الحاله الثالثه ان انا لو رسمت برضو اي فيجر كده برضو وجيت رسمت التو دياجونالز، يبقى اي تو انجلز على نفس البيس اللي هي على نفس البيس او سبتين ذا سيم ارك ار ايكوال الميجر، سواء كان هنا او هنا كده او الاثنين دول وهكذا، ده سايكل كوادريلاترال. طيب خدنا حاجه اسمها الباور اوف ا بوينت اي وذ ريسبكت تو ام، وقلنا انا لو عندي بوينت بره السيركل اسمها اي، وادي السيركل السنتر بتاعها ام، يبقى الباور اوف اي وذ ريسبكت تو ام دي بتساوي الاي ام سكوير ماينس الار سكوير، اللي هي الار سكوير دي اللي هو الراديوس الار دي. وقلنا لو طلعت الباور اوف اي وذ ريسبكت تو ام اكبر من 0 يبقى الاي اوتسايد،
طب لو اصغر من زيرو يبقى الاي انسايد، طب لو ايكوال زيرو يبقى اون ذا سيركل. وقلنا لو انا عندي الباور اوف اي وذ ريسبكت تو ام، وعندي تانجنت من البوينت اي اسمها اي سي مثلا، يبقى الباور اوف اي وذ ريسبكت تو ام عباره عن سكوير روت اوف اي سي سكوير، او ممكن اقول له الاي سي سكوير ايكوال سوري الباور اوف ايه الاي سي سكوير ايكوال الباور اوف اي وذ ريسبكت تو ام، يبقى الاي سي بس هتبقى روت الباور اوف اي. ده كان ملخص للحاجات اللي احنا قلناها سريعا عشان نبدأ نشوف بعض الأسئلة اللي نقدر إن شاء الله في وقت الحلقة نغطيها. السؤال الأول بيقول لي هنا in the opposite figure يديني شكل AB and AC are two tangent. طب أنا عندي الـ AB أهو والـ AC tangent. طيب two circle M at B and C، طب يبقى دي point of tangency والـ C دي point of tangency. ميجر A بـ 60 تمام الميجر دي، و M B اللي هو الـ radius بـ 5. واللي find the length، ده هو عايز الـ length of the minor arc BC، يا ترى الـ arc BC ده طوله يبقى كام؟ والله أنا لو عرفت الـ angle دي يبقى العملية سهلة. طب أنت بتقول لي ده tangent وده radius، على طول يبقى الـ angle دي 90. ليه؟ من سنة تالتة إعدادي كنا بنقول لو يكون عندي tangent والـ point of tangency رسمت عليها radius أو diameter بيبقى perpendicular. طب برضو نفس الكلام الـ AC ده يبقى ده perpendicular. طب جميل جدا. طيب لما ده يكون 90 ودي 90 يبقى أنا ممكن أقول له major angle B plus major angle C equal 180، وبالتالي هيبقى ABMC cyclic quadrilateral، هيبقى ده الشكل ده cyclic quad. يبقى لازم A plus MD تبقى 180 هي كمان. طب انا عندي ميجر A ب 60، الله يبقى ميجر M اللي هي B M C equal 120 دبل اللي هي سوري 180 minus 60 ماشي، يبقى دي 120. طب ما انا السيركل كلها ب 360، الله يبقى دي 120 من مين؟ من 360، الله يبقى دي بتمثل كام من السيركل؟ ده بتمثل ثيرد السيركل. طب هو عايز اللينكس ولا عايز الميجر؟ الميجر اوف ارك اي الميجر اوف ارك بي سي هيبقى الميجر بتاع الانجل دي اللي هي 120 ديجريز، لكن هو عايز اللينكس بتاعها. خد بالك الفرق بين اللينكس والميجر، اللينكس ده طول لكن الميجر ده ديجريز سنترال انجل عادي، دي 120 يبقى دي 120 الماينور ارك ده الميجر بتاع الماينور ارك، لكن هو عاوز اللينكس اوف ذا ماينور ارك. طب ما هو ده يعتبر ثيرد ده سيركل ثيرد السيركمفرنس، يبقى هقول له يبقى الارك بي سي هيساوي ثيرد السيركمفرنس اوف ذا سيركل. طب ايه السيركمفرنس بتاعك اللي هو 2 باي ار، يبقى ثيرد تايمز 2 باي ار. طب والار بكام؟ ده الار ب 5 عشان الراديوس، يبقى ثيرد تايمز 2 يبقى 2 اوفر 3 باي تايمز 6، ال 6 دي تايمز 5 اسف، يبقى 2 تايمز 5 ب 10 اوفر 3 باي، يبقى ده اللينث اوف ذا ايه؟ اوف ذا ماينور ارك. ده ببساطه شديده للفكره دي. طيب الفكره دي متعلقه بايه؟ بالحاجات اللي انا درستها في ثالثه اعدادي وفي اولى ثانوي السنه دي. طيب عايز فكره ثانيه؟ تقول لي هنا برضو عندي 2 تانجنتس. طيب ال 2 تانجنتس دول الارك بي سي الماينور 140 ديجريز، يا ترى ميجر انجل ايه بكام؟ يا ترى ميجر انجل ايه بكام؟ اقول له والله السيركل كلها ب 360. طب ايه العلاقه بين الانجل دي والاركس؟ معلش انا هراجع لك حاجه بسرعه. انا لو عندي سيركل ورسمت اي 2 سيكند كده هنا ايه؟ هتقولي ما دول مش سيكنت عادي، ما هو دي يمشي على دي يمشي على دي. ميجر انجل ايه؟ لو انا كتبت هنا بي وهنا سي وهنا دي وهنا ايه؟ الميجر بتاع الاي دي
لو الاي بره يبقى هاف ميجر بي سي الارك ماينس هاف ميجر الارك دي اي، يبقى الانجل اللي بره بتساوي نص الارك ده ماينس نص الارك ده. او ممكن اكتبها، ما بتكتبش هاف، اكتب ديفايد 2 دي ديفايد 2 على طول. طب عايز استفيد من الحكايه دي، ما انا ممكن اطبقها هنا، اقول له ميجر ايه ايكوال هاف البي سي الكبير. طب هو البي سي الكبير كام؟ ده هيبقى 360 ماينس 140. اشمعنى؟ لان السيركل كلها عندي. طيب تمام، يبقى بكام يعني؟ يبقى هنا 0 وهنا 6 ماينس 4 ب 2 و 3 ماينس 1 ب 2، يبقى ده 220. يبقى ميجر ايه هتساوي ايه بقى؟ يبقى نص الارك الكبير ماينس نص الارك الصغير. يبقى half the measure of the major arc minus half the measure of the minor arc. طبعا لو عملت ده بلس ده هيديني 360. يبقى ميجر ايه هيديني 220 divided 2 minus 140 divided 2. طب دي ب 110، طب ودي ب 70، طب 110 يبقى 11 ماينس 7 بكام؟ 40، يبقى دي 40 ديجريز. يبقى هاف الكبير ماينس هاف الصغير. طب في حاجه ثانيه برضو لو تفتكر، لو انا عملت كده يا ترى الانجل دي، لو انا عملت تو كوردز انترسيكت انسايد ذا سيركل، يبقى مثلا انا لو قلت دي مثلا اكس وهنا اي بي وهنا سي دي، يبقى ميجر انجل اكس او اكس ايكوال ميجر انجل، لو انا سميتها اي اي بي او اكس، يبقى تساوي هاف الميجر بتاع الارك اي بي بلس هاف الميجر بتاع الارك سي دي. والكلام ده انا خدته قبل كده حتى في ثالثه اعدادي، يعني مش جديد بالنسبه لي، خدته في ثالثه اعدادي وفي اولى ثانوي. خلاص انا اتفقنا ان هنا هتبقى دي 40. تمام، السؤال اللي بعد كده نشوف اهي نفس الفكرة عندي. الارتكس انجل دي اللي هي الانجل اللي بره دي ب 25 ودي ب 70. طب انت قلت لي ميجر ايه وده ارك، عايز الارك، عايز خد بالك عايز هنا الميجر مش عايز اللينك، في فرق بين الميجر ولينك، عايز الارك الحتة الصغيرة دي الميجر بتاعها كام. فاحنا هنقول والله ميجر انجل اي ايكوال هاف ميجر بي دي، الارك بي دي ده of ميجر الارك بي دي، ده القاعدة اللي انا بشتغل بيها، ماينس of ميجر الارك اي سي، كبير ماينس الصغير يديني الانجل دي. طب ودي بكام؟ ب 25. طب ايه الهاف دي؟ ما انا ممكن اعملها تايمز 2، يبقى اعمل هنا تايمز 2 واشيل الهاف، تبقى ميجر ارك بي دي اللي هو بكام يعني؟ ب 70. وال 2 دي هتروح مع ال 2 دي، يبقى الارك ميجر ارك اي سي، يبقى اصبح ده ايكوال 2 تايمز 5 ب 50، ودي 70 ماينس ميجر ارك اي سي اللي انا عايزه. طب ده بالماينس، طب ما توديه هنا بالبوزيتيف وتجيب دي مكانه بالنيجاتيف، يبقى ميجر ارك اي سي هتساوي ايكوالز وات؟ 70 ماينس 50 اللي هي ايكوالز كام؟ ايكوالز 20. يبقى انا هحسب بسرعه كده. واحد تاني يقول لي يا مستر احنا ممكن نحسبها بسرعه كده مانوال، يعني كده يعني منتلي ازاي؟ قول ده النص بتاعه 35 صح؟ المفروض نص ده نعمل 35 ماينس نص اي اكس، نص ميجر اي اكس اي سي سوري ايكوال 25. طب ما اجيب ده هنا ودي هنا، يبقى 35 ماينس 25 ايكوال هاف ميجر ارك اي سي، يبقى هنا 10 ايكوال هاف ميجر ارك اي سي. طب هاف الميجر بتاع الارك اي سي ب 10، يبقى الميجر اوف ارك اي سي بكام؟ يبقى ب 20. خلاص برضه هو نفس الكلام، ما اختلفناش فيه. طيب السؤال اللي بعد كده مديني فيجر بالمنظر ده برضه، تو سيجمنتس انترسيكت ذا سيركل او تو سيكونس فور ذا سيركل. طب اوتسايد ولا انسايد؟ ده اوتسايد. طب اوتسايد فين؟ عند الـ A، المفروض A B times A C equals A E times A D. طبق القاعدة دي كده وقول لي هو عايز X،
يبقى AB times AC is equal to AE times AD. طب الـ AB بكام؟ عوض بـ 7. طب والـ AC كله بقى؟ يبقى 7 plus 5 يبقى 12. طب والـ AE ده 6. طب والـ AD يبقى 6 plus X. 6 plus X، أو ممكن أطلعها أكتب AD عادي مفيش مشكلة، وأعمل هنا divided 6 وهنا divided 6، يطلع الـ AD كله 12 divided 6 equal 2 times 7 14. يبقى أنا كده جبت مين؟ الـ AD كلها 14. طب أنا عايز الـ X، طب ما يبقى أقول له يبقى الـ X equal 14 minus 6، يطلع بـ 8. واحد تاني يقول لي انا ممكن اشيل الاي دي يا مستر واحط اكس بلس اكس، صح، واعمل سولفنج واطلع الاكس ايكوال 8 برضه تمام، ادي ال 8 عندي. يبقى احنا مفيش اختلاف بالنسبه لنا في المساله. طيب البروبلم اللي بعد كده بتتكلم عن ايه؟ سيمي سيركل، ام از ذا سنتر اوف ا سيركل، عايز الاكس بكام دي؟ احنا حلينا الفكرة دي قبل كده في حصة برضو، قلنا انا ممكن اكمل السيركل بتاعتي كده ومد دي الناحية دي، وبالتالي هتبقى دي 2 ودي اكس، هتبقى دي الام اللي هي السنتر، هتبقى دي 2 بلس اكس اللي هو الراديوس 2 بلس اكس. وبالتالي اما اجي اقول والله الاتنين دول انترسكت انسايد ذا سيركل في البوينت دي، يبقى 2 تايمز البارت ده تايمز ده كله equal 6 تايمز كام؟ 4. يبقى انا ممكن اقول له 2 تايمز، طب ده كله اللي هو مين؟ اكس بلس اكس بلس 2. الله، يعني انا ممكن اكتبها 2 اكس بلس 2، طب ده equals what؟ equals 4 تايمز 6. ممكن اعمل divided 2 هنا وdivided 2 هنا، دي تتكنسل، يبقى 2 اكس بلس 2 equals 4 divided 2 equal 2 تايمز 6 equal 12. يبقى معنى كده ان 2x ممكن انقل ال 2 الناحيه الثانيه، يبقى 12 minus 2 اللي هي ب 10، يبقى 2x equal 10، اعمل divided 2 يبقى الاكس equal كام؟ الاكس equal 5. والله الاكس equal 5 اهي. هقول الكلام ده تاني بسرعه، احنا قلنا هنكمل السيركل كده، هكمل السيركل كده وهمد الايه الراديوس الثاني كده. طب الحته دي x واللي فوق 2، يبقى الراديوس بتاعي x بلس 2، يبقى الراديوس اللي تحت من هنا لهنا x بلس 2، يبقى البارت من هنا لغايه هنا اللي هو ده كله كده يبقى x بلس x بلس 2. طب ما x بلس x يبقى 2x بلس 2، ده تايمز مين؟ تايمز البارت اللي فوق الصغير ده تايمز 2، ده ايكوال 4 تايمز 6. ممكن واحد يقول انا هفك عادي 2 تايمز 2x ب 4x، و2 تايمز 2 ب 4، و4 تايمز 6 24، وانقل ال 4 الناحيه الثانيه، يبقى 24 ماينس 4 يبقى 20 ايكوال 4x. طب ما 4x ايكوال 20، اعمل ديفايدد 4، يبقى الاكس برضو بكام؟ ب 50. هو نفس الحل بس باسلوب ثاني مختلف في الكتابه بس مش اكتر. يعني السؤال اللي بعد كده بيقول لي انا عندي هنا in the opposite figure AC touches the circle M. ادي سيركل M اهي ماشي at C و MC equal 6. MC ده اللي هو الراديوس، طب وال AC ده touch يبقى ده tangent، طب tangent و radius يبقى دي 90. الله، يبقى انا اول ما الاقي right angle triangle يبقى في الحالة دي انا عندي ال AC tangent. طب وقال لي الباور اوف A equal 64، الباور اوف A with respect to M equal كام؟ 64. الله، طب ما انا عارف ان يبقى ال AC سكوير، ال AC سكوير ده يساوي الباور اوف M، ده قاعدة عندي. الله، يبقى ال AC بس هيبقى روت الباور، طب روت الباور اوف A يعني روت 64 اللي هو كام؟ 8. يبقى ال AC بكام؟ بس هو مش عايز الاي سي، ده هو عايز مين؟ ده هو عاوز الاي بي، الاي بي الحته اللي بره دي. طب انا عندي ده رايت انجل ترينجل، يبقى انا ممكن اجيب الاي ام كلها
طيب يبقى الـ AM بتساوي إيه يا سيدي؟ ده من بايثاغراس 6 سكوير بلس 8 سكوير اللي هتطلع ب 10. طب ده كله 10، طب ما هو الراديوس ده زي الراديوس ده، يبقى ده 6 يبقى ده كام؟ يبقى ده 4، يبقى الـ AB إيكوال 4. مسألة بسيطة لكن بتحتاج إن أنا أتذكر أو أعمل reminding for my information from third prep and second prep. أنا عايز أراجع معلوماتي من سنة تانية وتالتة إعدادي عشان أقدر أوصل للحل ده. بس إيه المهم عندي؟ إن الـ AC بيساوي square root الباور of the point. لو أنا عندي ده tangent يبقى الـ AC بس square root الباور of A with respect to M. يبقى أنا عرفت إن ده 8 وده 6، أقدر أجيب الـ hypotenuse اللي هو equals 10. طب والـ radius ده 6 يبقى الـ part B M 6. يبقى الـ AB 10 minus 6 equals 4. السؤال اللي بعد كده نشوفه مع بعض، بيقول لي هنا two concentric circles. ايه two concentric circles او one inside the other؟ انا ما اعرفش، هو واضح ان هو طبعا باين ان سيركل الاثنين مع بعض كده في نفس السنتر، بس انا ما اعرفش، هو ما قاليش، هو بيقول لي هات الاي بي. طب الاي بي ده تانجنت لمين؟ الجريتست للبيجر وان. طيب و اي سي و سي اي ال دي تاتشينج ذا سمولر سيركل. طب انا ممكن اقول له الاي بي سكوير ايكوال اي سي تايمز اي دي. طب انا ما عنديش الاي سي، طب ما هي دي سهله، مش انت عندك دي سنتر ام مثلا؟ طب لو وصلتها بالتاتشنج بوينت دي تبقى بيربنديكولار، ده في الفين عشان ده هيبقى كورد في الكبيره اللي هو الدي سي ده، دي سي ده هيبقى كورد. طب لما وصل ده يبقى بيربنديكولار، يبقى بايسكتد. فاكرين لما كنا بنقول في ثالثه اعدادي اول ما ارسم كورد وانزل من السنتر بيربنديكولار يبقى بايسكت، فدي ميد بوينت على طول. طب ده 3 يبقى ده 3، خلاص اتحلت المشكله. يبقى اي بي تانجنت، طبق الرول بتاعت اولى ثانوي بقى، يبقى اي بي سكويرد ايكوال اي سي تايمز اي دي كلها، اي سي تايمز اي دي. طب الاي سي بكام؟ ده الاي سي ب2. طب والاي دي كلها يبقى 2 بلس 3 بلس 3 يبقى 6 بلس 2 8. 2 تايمز 8 بكام؟ 16. يا ترى الاي بي تبقى بكام بقى؟ لما الاي بي سكوير ايكوال 16 يبقى الاي بي ايكوال روت 16 which is equal to كام؟ 4. يبقى الاي بي ب4. مساله جميله برضو، الافكار مرتبطه بمعلومات من سنه ثالثه اعدادي على السيركل، فلازم اكون فاكر وبحاول اتذكر المعلومات دي. طيب فيجر زي ده برضو قول لي هنا ايه، يمكن حلينا الفكره دي قبل كده برضو في قبل كده. بقول الاي دي ان اي بي، ده تو تانجنت، يبقى انا عارف ان التو تانجنت هيكونوا ايكوال، يبقى الاي بي والاي دي هيكونوا ايكوال. منين؟ من ثالثه اعدادي. التو تانجنتس درون فروم ا بوينت اوتسايد ذا سيركل ار ايكوال. طب يبقى انا خدت المعلومه دي. طب سي اي، فين السي اي ده؟ انترسكت ذا سيركل ات اي اند دي. طب ده 3 سنتيمتر وده كام؟ 18 سنتيمتر. هو بيقول لي ذن اي سي ماينس اي دي، هو فين الاي سي؟ اهو الاي سي اهو. طب ماينس الاي دي، طب فين الاي دي؟ الاي دي اهو. طب دي اجيبها منين؟ يا ترى ايه العلاقه اللي عندي اقدر اوصل منها للكلام ده؟ انا عندي الاي دي ايكوال اي بي، ماشي. الدي وقال لي هنا الاي دي والاي بي ار تو تانجنت to the circle at D and B، يبقى انا خلاص استنتجت ان ال AD equal AB. وال CE intersect the circle. شوف بقى، انت عندك البوينت من عندك C لغايه B ده يعتبر تانجنت بس صغير مش باين، وال CD ده يعتبر ايه؟ ده يعتبر برضو سيكنت. فانا ممكن اقول له يبقى السي بي ده تانجنت
يبقى انا ممكن اقول له يبقى سي بي سكويرد ايكوال سي اي تايمز سي دي. مدارية شوية في الرسم عشان من تحت تايمز سي دي. طب يبقى السي اي بكام؟ ده ب 3. طب والسي دي كله هيبقى 3 بلس 18 هيبقى 21. يبقى 3 بلس 18 هيبقى 21. يبقى 3 تايمز 1 تبقى ب 3، و3 تايمز 2 بكام؟ ب 6. يبقى السي بي سكوير ايكوال 36. طب يا ترى السي بي تبقى بكام؟ روت 63. طب وانا لما اكتب روت 63 على الكالكوليتور انا عارف 63 اللي هي كام؟ اللي هي 9 تايمز 7. يعني معنى كده ان الكلام ده بيساوي 3 روت 7، اللي هي البارت ده 3 روت 7. طب انا ما جبتش الاي سي وما جبتش الاي دي، بس انا عندي في ريليشن بين مين ومين؟ بين الاي سي الاي دي والاي بي. طيب ابقى انا اعمل ايه؟ طب انا جبت السي اي دي 3 روت 7 البي سي دي. طيب حلو خالص. طب لما تكون البي سي دي 3 روت 7 البارت ده بي سي ده 3 روت 7 يبقى اكيد الاي سي دي اكتر من 3 روت 7، بس هي كام؟ انا ما اعرفش. طيب هل هو قال لي ان الدي سي ده بيربنديكولار ولا حاجه؟ ما قالش. طب هل دي 90؟ برضو ما قالش. ده هو كل اللي قاله ايه؟ قال ان الاي دي والاي بي ار تو تانجنت تو ذا سيركل ات دي ان بي. بعد كده قال لي سي اي انترسكت ذا سيركل ات اي ان دي، وقال لي السي اي ب 3 والاي دي ده ب 18، هو عايز الاي سي ماينس الاي دي. انا وصلت لان للبي سي دي ب 3 روت 7. طب وبعدين؟ انا ما عنديش اي سنتر ولا اي بيربنديكولار ولا اي حاجه، اعمل ايه؟ هو انا ممكن اقول له الاي دي سكوير. طب ما هو ده سيكنت، بس سيكنت لمين؟ هقول له الاي دي سكوير ده اي دي سكوير هعمل بيها ايه؟ مش عارف والله. هسيبكم تفكروا شوية معايا ونرجع للسؤال تاني في وقت الحصة برضو، لما اشوف نقدر نوصل للاي دي ولا الاي بي ازاي. نشوف السؤال اللي بعده لما تفكروا شوية برضو معايا. هنا هيبدأ يتكلم على الاكستيريور بايسكتور والانتيريور بايسكتور. ايه الدرس ده؟ احنا اتكلمنا عن حاجتين عندي. لو انا عندي تراينجل اسمه اي بي سي وعملت بايسكتور للانجل اتقابل في الدي، يبقى كنا بنقول بي دي اوفر دي سي ايكوال الاي بي اوفر الاي سي. طب لو كان اكستيريور بايسكتور، لو من بره كده، يبقى برضو نفس الكلام اي بي سي، كنا برضو بنقول اي بي اوفر اي سي. دايما بروح من ايه الباي سيكتور. لو انت سميت دي يبقى دي بي برضو اوفر دي سي ايكوال اي بي اوفر اي سي، نفس الريشيو دي مفيش مشكله. طب انا لو عندي ايسوسليس ترينجل، احنا قلنا ايسوسليس ترينجل دي قبل كده. طيب هو بيقول لي الاكستيرير باي سيكتور، فين الاكستيرير؟ عند الفيرتكس. الفيرتكس ايه؟ طب هعمل اكستيرر هنا، هعمل بايسيكتور في الحته دي. طب واضح ان البايسيكتور ده والبيس مالهم؟ هما الاثنين مالهم بارلل، يبقى الحته دي واضحه بالنسبه لي. طيب السؤال اللي بعده، هنا في عندي بيقول لي اف بي از ذا ميد بوينت اوف سي اي. البي دي ميد بوينت، طيب وبعدين؟ of CE والدي then DE بكام؟ فين الدي اي دي؟ الدي اي دي طب
انا واضح ان الرسمه فيها تو تريانجلز، الانجل دي قد الانجل دي، يبقى انا عندي تو انجلز ار ايكوال. وقال لي ان الدي ميد بوينت يبقى دي 6 يبقى دي 6، يبقى معنى كده ان انا عندي السي اي كلها ايكوال 6 بلس 6 ايكوال 12 سنتيمتر. يبقى انا عندي السايد ده والسايد ده الاثنين حوالين الانجل دي معروفين، الفيرست ترينجل اللي هو 1 8 و 1 12. طب وهنا الترينجل الثاني 1 4 1 6. طب انا لو عملت ريشيو بين الاثنين هلاقي 8 اوفر 4 بكام؟ 2. 12 اوفر 6 بكام؟ 2. الله، ده الريشيو دي ايكوال والانجل دي ايكوال، يبقى التو ترينجل دول ار ايه؟ ار سيميلر. طب انت ملاحظ ان الايه دبل الفور؟ اه. طب وال12 دبل ال6؟ اه. يبقى اكيد الاي دي دبل مين؟ دبل 25. دبل 25 يعني كام؟ يعني 5. واحد يقول لي يا مستر طب انا عايز اكتب خطوات، اه هقول له والله انت عندك اللي هي عن طريق الاس اي اس. لو انت عندك انجل ايكوال انجل شوف الريشو بقى. انا لو جيت رتبت الكلام ده هلاقي ده 2.4 وده 6 وده 4، يبقى ده اصغر واحد فيهم. طب وده 8 وده 12، يبقى اكيد اصغر، ده اصغر واحد فيهم، لان ده اوبزيت للانجل دي وده اوبزيت للانجل اللي قده. طب يبقى ده شورتست برضه، يبقى ده مثلا اسمه اي دي. يبقى المفروض اي دي، يبقى انا المفروض اقول له تريانجل اي سي بي السيميلر تو تريانجل دي سي اي. طب يبقى الاي سي اوفر الدي سي ايكوال السي بي اوفر الدي سي ايكوال الاي بي اوفر الدي اي. طب احنا عايزين ده الاي بي بكام عندك؟ الاي بي ب 2.5 والدي اي محتاجه. طب والاي سي ولا اي واحد في دول؟ الاي سي عندك ب 4، طب والدي سي ب 8. طب ما ال 4 مع ال 8 يعني هاف، طب ما تعمل 2 تايمز 2.5، يبقى دي اي ايكوال 2 تايمز 2.5 اللي هي ايكوال 5 سنتيمتر. يبقى انا جبت ال 5 دي. ماشي. السؤال اللي بعد كده مديني برضو فيجر بالمنظر ده، اللي يلفت نظر ان في انجل هنا قد الانجل اللي هنا، وعندي تو تريانجلز وتريانجل اوريجينال اللي هو الكبير. وعايز الناس تلاحظ معايا ان انا عندي انجل ايكوال انجل وفي كومن انجل. اول ما الاقي في انجل ايكوال انجل يبقى انا ممكن اطلع سيميلاريتي على طول، لان عندي انجل اي دي موجوده في ترينجل ده وفي ترينجل الكبير، يبقى انا ممكن اكتب الكلام ده. يبقى ترينجل اي ترينجل اي سي دي ترينجل اي سي دي السيميلر تو تريانجل مين بقى؟ انا قلت اي سي دي اللي هو اللي انا عملت له شيدد. الاي هي ايه؟ يبقى انا هقول ايه؟ تريانجل ايه. طب السي زي بي، يبقى اقول له بعدها بي وبعد كده سي، لان هاخد الجريتست تريانجل. طب اكتب البروبورشن بقى يا سيدي. الاي سي اوفر الاي بي از ايكوال تو سي دي اوفر بي سي equal DA over CA. طب عوض عن كل واحدة الـ AC بكام؟ بـ X. طب والـ AB؟ طب Y plus Z؟ الـ AB كله أهو، الـ AB ده كله، يبقى Y plus Z. طب الـ CD معرفهاش، الـ BC معرفهاش، يبقى هطنش الـ A. يبقى انا يعني مش هستخدم الريشيو دي. طب الدي اي، اه الدي اي ايكوالز واي،
انا بشتغل في الريشيو التالتة، يبقى انا هشتغل على الفيرست ريشيو والسكند ريشيو. طب والاي سي فين؟ الاي سي دي الاي سي دي هي اكس. نقول تاني، انا عندي ترينجل اي سي دي سيميلر تو ترينجل اي، عشان ايه هي ايه بي سي، يبقى هقول له اي سي اوفر اي بي ايكوال سي دي اوفر بي سي ايكوال دي اي اوفر سي اي. عوض عن الاي سي هتبقى باكس، عوض عن الاي بي هتبقى واي بلس زد، عوض عن، هاجي ابص على السي دي والبي سي مفيش جيفن عندي خالص، الدي اي هتبقى بواي والسي اي هتبقى باكس. طب ما نعمل كروس مالتبلاي كده، تديني ايه دي؟ هتبقى اكس تايمز اكس، هتبقى اكس سكوير ايكوال واي تايمز واي بلس زد. ما اكسباند، فكها اضربها، اعمل مالتبلاي ديستريبيوتيف، يبقى واي تايمز واي بواي سكوير بلس واي تايمز زد بواي زد، ودي اكس سكوير. الله، ده انا عندي اكس سكوير واي سكوير. طب ما هو مديني حاجه جيفن، بيقول لي اف اكس سكوير ماينس واي سكوير ايكوال 16، يبقى انا ممكن انقل الكلام ده الناحيه دي، يبقى اكس سكوير ماينس واي سكوير ايكوال تو واي زد. الله، طب اكس سكوير واي سكوير ماينس واي سكوير دي بكام؟ دي ب 16. الله، يبقى الواي تايمز زد بكام؟ 16. يبقى انا اختار الاجابه ليتر دي. السؤال اللي بعد كده طبعا جيومتري مع الجبر الاثنين مع ربط المعلومات اللي عندي، يبقى لازم اخد بالي من الكلام ده. طيب السؤال اللي بعد كده بيقول لي لو AB tangent to the circle M at point B والباور اوف A equal 25، يبقى الـ AB بكام؟ احنا لسه قايلينها، لسه قايلين لو انت عندك ده tangent يبقى الـ AB عبارة عن مين؟ square root الباور اوف A with respect to M. طب الباور بكام؟ بـ 25، يبقى الروت بتاعه كام؟ هيبقى 5، اختار دي. طيب السؤال اللي بعد كده، السؤال ده برضو محتاج تركيز شوية، ليه؟ لأن هيحتاج برضو شوية تعويضات أوصل منها للحل. وبقول هنا the diameter of the circle is 12. طب لما يقول لي الدايمتر ب 12 يبقى الراديوس كام؟ 6. خد بالك الراديوس التاني هيبقى 6. طب أنا لأ، وبعد كده بقول لي ال ام سي ايكوال سي بي، طب ممكن أسمي دي اكس ودي اكس. يبقى لو أنا مديت الدايمتر ده كده البارت ده هيبقى كام؟ هيبقى 6 ماينس اكس الحته دي، لان ده السنتر والبارت ده اكس والراديوس كله 6، يبقى البارت اللي تحت ده 6 ماينس اكس. هو بيقول لي ذن اي بي بكام؟ يبقى الاي بي كله بكام؟ الاي بي كله بكام؟ طب انا اعرفها ازاي دي؟ بس هو قال لي الاي سي ايكوال بي سي بلس 1، ال AC equal BC plus 1، يعني ممكن اكتب هنا X plus 1، ما ال BC ب X انا سميتها. طب خلاص، يبقى انا ممكن ايه اقول له؟ والله ده مش انت عندك two chords لما يكونوا intersect يبقى ده تايمز ده equal ده تايمز ده. طب طبق الكلام ده، يبقى البارت اللي فوق ده يبقى 6 plus X، تايمز اللي تحت هيبقى 6 minus X. طب ايكوال اكس تايمز مين؟ اكس بلس 1، اكس تايمز اكس بلس 1. طب مو اعمل بقى وهات لي الاكس بكام، لان انا عايز الاي بي بكام؟ الاي بي اللي هي اكس بلس اكس بلس 1. المهم ما اعرف الاكس، يبقى ربنا يسهل. طبعا 6 بلس اكس في 6 ماينس اكس تايمز 6 ماينس اكس، يبقى ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن difference between two squares، يبقى 36 minus x square، وهنا هتبقى x square minus ولا plus x times x بx و x times 1 بx.
طيب هنا ماينس اكس سكوير هنقل ده كله الناحية دي، هنقل ده كده، يبقى هيبقى اكس سكوير بلس اكس سكوير يبقى 2 اكس سكوير. هدخل الكلام ده على الكالكوليتور بتاعي واطلع على الاكس بكام. طب الاكس يطلع بكام؟ بمود 5 3 2 equal 1 equal negative 36 هتطلع لي بكام؟ 4 او نيجاتيف، طبعا انا هاخد 4 طبعا عشان ايه؟ ده سايد لينكس. طيب يبقى الاكس هنا بكام؟ 4، ودي ب 4، يبقى 4 بلس 4 8 بلس 1 تبقى 9. تمام، يبقى انا كده وصلت للايه؟ للاكس. الحاجات دي محتاج شويه تركيز مني عشان اقدر اشتغل. ده كان السؤال اللي احنا هنتوقف عنده ان شاء الله، وفي بعض الاسئله هنسيبها لحضراتكم تفكروا فيها برضو، زي السؤال ده على similarity برضو والproportion، والسؤال ده على Thales theorem، وده على similarity of two polygons والratio between their sides، والسؤال ده برضو عن ال right angle triangle Euclid theorem، وده على bisector، وده على bisector برضو، وده على proportion، ده على السيميلاريتي. ممكن ان شاء الله المرة الجاية احنا بس بنوريكم نمط الاسئلة تقدروا تفكروا فيها، ان شاء الله نقدر نكمل حل البروبلمز دي المرة الجاية مع اطيب التمنيات بالنجاح والتوفيق، مع شكر الجزيل للإدارة العامة للتعليم الالكتروني وعلى رأسهم الاستاذ هشام. كان معكم محمود سليمان من إدارة النزهة التعليمية بالقاهرة.